يا فزن، كنا عم نحكي، كان السؤال عنا انه كنا عم نشرح هذه النقطة هون، انه على 950 الكمية المطلوبة من السندات العالم بدها تشتري 100، بس على هذا السعر هن يلي بدهم يصدروا سندات بدهم يصدروا 500، بدهم يبيعوا 500. مثل ما قلنا انه في عندي هون 100 وهون في عندي 500، في عندي فائض بالعرض قيمته 400. هذا معناته انه انا يا جماعة الخير، انا بدي صدر سندات بدي بيع 500 سند. انا معجبني كثير السعر 950، بلاقي كثير السعر حلو، وانا كثير بتوفي معي كمنتج لانه بدي افتح مؤسسة. اوكي، وهذا القرض شو بشتري هلا 950 وبسده بعد سنة 1000، معناته ما بيكلفني كثير. بالنسبة للجماعة اللي بدهم يشتروا، يعني الطلب، بيقول لك ما هو هذا سند محرز ما بيحرز خبره، تشتري لك 950 وبعد سنة بيعطيك 1000، تربح فيه 50 دولار، ما بيحرز خبر، روح استثمر فلوسك محل ثاني. بالتالي صار في عندي فجوة، هول بدهم يبيعوا وما عم يقدروا يلاقوا حدا يشتري، وهول مش مستعدين يشتروا على هذا السعر. شو بيصير هلا بالسوق يا نور الدين؟ شو رأيك نور الدين؟ شو اعطينا جواب، شو رأيك بالموضوع؟ نور الدين مش موجودة. ندى مكي، دكتور ممكن تعيد السؤال؟ ايه دكتور، عم بقول شو بده يصير بهذه الحالة؟ فاطمة حروس، تفضل يا فاطمة. بده ينخفض سعر السند. بده ينخفض سعر السند، ليش يا فاطمة؟ يا فاطمة حروس بده ينزل سعر السند؟ لأنه في عنا فائض 400، كرمال اللي يروحوا 400 لازم يخفضوا السعر، وساعتها بدهم يرفعوا الفايدة. إذن فاطمة حرقوس عم بتقول إنه على هذا السعر 950، هن يلي عم يبيعوا سندات ما بينباع معهم السند على 950. شو بدهم يعملوا لينباع السند على 950؟ لينباع السند بذاته، هذا اللي بيعطيني بعد سنة بيعطيني 1000، شو بدي أعمل مشان رغب العالم تشتري؟ بدي رخص له سعره، يعني نزل سعره من 950 صار على 900. أوكي؟ أها، هلأ تغير الوضع شوي. شو اللي صار هلأ عندي صار السعر على 900، خلينا نشيله هلأ ديسكار. أوكي، على سعر 900 هلأ صارت العالم بدها تشتري 200. بالأول كانوا بيدفعوا 950 بيجيهم 1000، هلأ بيدفعوا 900 بيجيهم 1000، معناتها صار الوضع أحسن، معناتها الكمية المطلوبة بتزيد، صرنا على النقطة بيشتروا 200. هلأ بالنسبة للي بدهم يسطروا سندات، بالأول كانوا يقولوا أنا بدي أشتري سندة ب 950 وبسده بعد سنة 1000، هلأ عفواً بدي بيع السند ب 950 وبعدين بسده 1000، هلأ بيقولوا أوف بدي بيع السند ب 900 بعد سنة بدي زيده 1000، معناتها كلفة الدين زادت، معناتها ما عاش في عالم كتير بدها تبيع سندات، خفوا. معناتها بالأول كان في 500، هلأ صار في 400 سند بدهم يبيعوا. أوكي، فإذا الكمية المعروضة بتساوي 400 والكمية المطلوبة بتساوي 200. قديش في عندي؟ في عندي فجوة. قديش قيمتها هذه الفجوة؟ 200. الكمية المعروضة 400 والكمية المطلوبة 200. هل عم نقدر نبيع كل السندات اللي بدنا نبيعهم؟ الجواب هو لا. طب شو بدي أعمل لأني نفق لبيع سندات أكثر؟ شو بدي أعمل يا فاطمة حرقوس؟ كمان بدنا نخفض سعره بعد. كمان بدي نزل السعر. كمان بدي نزل السعر. لو وين بدي أوصل؟ بوصل على سعر 850. على سعر 850 الكمية المطلوبة من السندات بتساوي 300، ما هون هذا شايفين ABC 300، والكمية المعروضة من السندات كمان بتساوي 300، بالتالي أنا صار في عندي توازن. أنا اللي بدي أوصله من هون، اللي بدنا نفهمه من هذه الرسمة، إنه إذا كان السعر فوق سعر التوازن معناتها الطلب، معناتها بدي ينزل سعر السندات وبدي أوصل على التوازن.
يعني سكنت هون ولا هون ولا هون على طول الصار بده ينزل بده يوصل على التوازن. اوكي طيب. حدا عنده سؤال لحديت هون؟ فاذا شكرا يا فاطمه حرقوس كثير. هلا بدي روح على قصه ثانيه بس انا ما بدي احكي بدي حدا يشرح لي اياها وبدي ناس شو اسمه بدي حدا هيك يتدخل ويشرح لنا ماذا لو كان بدي حدا يرفع ايده سعر السند 750 شو بيصير مين بيقدر يشرح لنا الحاله بدي غير شروط قرياني بدي غير شروط قرياني فاطمة حرقوس وين اسمك يا فاطمة حرقوس مش مسجل اسمي يا دكتور مسجل اسمك ليه لان انا طلب مقدمة طلب استرحام وتسجلت هيك اليوم اوكي فاطمة حرقوس انت من حروف يا فاطمه مش هيك قلتي لي اي صح طيب طبعا على الحروف طيب بدا نتالي نتالي الاعرج كيفك يا نتالي الحمد لله دكتور من وين انت يا مغدوش مغدوش اوكي يلا يا نتالي هات لنشوف اذا كان السعر 750 شو بيصير شو كيف بتكون بتكون الكمية المعروضة هي 100 والكمية المطلوبة هي 500 فبتكون الكمية المطلوبة هي أكبر بيكون في فائض بالكمية المطلوبة صحيح إيه فإذا كمية المطلوبة 500 والكمية المعروضة 100 بس إيه شو بيصير بعدين يا نتالي بدفع سعر السند لحتى نوصل لسعر التوازن ليه بدي يطلع يا نتالي سعر السند لنوصل لسعر التوازن لأنه بيكون انه هو الطلب اكبر طيب انا بس بدي لكم شغله صغيره بدي لكم شغله صغيره انا لما اقول ليش بدنا نوصل لسعر التوازن شكرا نتالي اوكي جوابك صحيح بس بدي انا اللي عم فتش على اشياء ثانيه عم فتش جاوبوني بطريقه ثانيه انا لما اقول ليش بده يطلع سعر السند انت عم تقولوا لي لانه بدنا نوصل لسعر التوازن بالسوق لما نكون احنا عم نبيع وعم نشتري بالسوق ما حدا عم يفكر بشيء اسمه سوق باسمه توازن ما حدا يعني انا عم لما انزل على البورصه بدي اشتري سندات وما في وسعر السند 750 ماشي الحال انا بدي اشتري 500 في العالم بدها تبيع 100 سند طيب ما بيجي بقول له انا يا اخي تعال لك بدي اوصل انا وياك لتوازن ما في شيء ما حدا بيحكي القصه انتم بعمركم من سامعين بكلمه التوازن غير بالصف بس بالصف نحكي عن التوازن أنا اللي عم بسأل شو بيصير على الأرض؟ شو اللي بيخلي هالسعر يطلع من 750؟ هذا اللي عم بسأل السؤال شو القوة اللي عم بخلي يطلع؟ فإذا مين في عندي هون؟ علي سلامي بدنا نوصل لحالة إشباع بالسوق؟ كيف يعني؟ يعني بطل في عالم بعدها محتاجة لسندات وفيش عرض نوصل لمطرح انه بيكون العرض بيساوي الطلب طيب اوكي بدي حدا تاني مهدي زبيب دكتور لان في طلب كتير عالي فاجبار الاصحاب اللي بدهم يصدروا السندات بدهم يخلوا السعر حتى يربحوا اكثر اللي بيصدروا السندات حيزيدوا أسعار السندات لحد ما يوصلوا لنقطة التوازن يرضوا الطرفين. اللي ليش بدهم يزيدوا أسعار السندات؟ ما أنا عطني. اللي لا. عفوا دكتور ما سمعتك. عم بقول ما فهمت أنا كيف بده يطلع سعر السند. كان حقه 750 ما فهمت ليش بده يطلع سعر السند. لأن في كتير طلب عليه ايه
فبيستغل الوضع أصحاب عم بيصدروا السندات وبيزيدوا أسعار. إذا اللي عم يحكي على سلام اللي عم يحكي مهدي زبيب صحيح إنه في عندي العالم الهول عم يصدروا بس 100 سند، عم يصدروا بس 100 سند وهول بدهم يشتروا 500، إنه في كتير إقبال على السندات. بيقولوا لهم هول إنه يا خيبتكم سندات بعد فينا نبيعكم، بس يعني لما نبيعكم أكثر بدنا نغلي سعر السند أكثر. نحن ما بتوفي معنا هالقد على 750، أوكي؟ بيخلوا لهم سعر السند بصير 805، بصير 800 بيغلى سعر السند، أوكي؟ لما عم يغلى سعر السند على 800 الكمية المطلوبة هون صارت أخف من الأول، عفواً الكمية المطلوبة صارت أخف، صارت 400، بينما الكمية المعروضة صارت زادت 200. كمان بعد في عندي فائض في الطلب، بصير في ضغط على سوق السندات، العالم كله بدها تشتري سندات، العالم مع مصاري بده يشتري سندات، بده يشتري 400 سند، بس ما في إلا 200 سند بالسوق. أوكي ما في إلا 200 سند بالسوق، أوكي حبيباتي بدكم سندات أكثر من سطركم، بس بدنا نخليهم نحن. أوكي؟ لوين بده يضل يغلى السعر؟ لا نوصل لسعر التوازن اللي هو 850. أوكي. هلا هذا الشيء كله فهمناه نحن انه كيف بدنا نوصل للتوازن، بس اني كمان اللي بدي اقوله هون وهذه كمان بدنا نخليها براسنا، انه لما نوصل لسعر التوازن بسعر بالسندات يعني صار السعر 850 معناتها كمان وصلنا على توازن سعر الفائده، صار سعر الفائده 17.6. اوكي صار فائده التوازن، انا عم بفهم هون كيف قديش صار كيف سعر الفائده عم يتكون بالسوق، صار الفائدة 17.6. لاحظوا إذا كان في عندي كنت بهذه الحالة اللي هون يعني كانت أسعار السندات منخفضة عم تكون صار الفائدة 5.3، بس ما في عندي توازن. لما ينزل للتوازن لسعر التوازن معناته وصلنا على سند قيمته 850 وسعر فائدة 17.6%. أنا على طول بدي أخلي براسي أنه لما أجي من هون لهون شو عم بيصير بالسعر وشو عم بيصير بالفائدة، كمان لما اجي من هون لهون شو عم بيصير بالسعر وشو عم بيصير بالفائدة. في حدا عنده سؤال قبل ما كفي؟ خلينا نكفي لكان وبدنا نروح هلا على بدي روح هلا على طيب خليني نسألكم سؤال هلا لنشرح وحدا يجاوبني، بدي حدا يجاوبني. العالم الناس هلا رح نسأل سؤال بسيط، صاروا أغنياء أكثر من الأول، صارت الثروة ارتفعت تاعت الناس، صارت أحوالهم منيحة، يعني أنا كدخلي ارتفع الدخل تاعولي، شو بيتغير عندي بهالحالة هون؟ اللي عنده جواب يرفع إيده. طيب نتل الأعرج شو في عندك يا نتل؟ شو بتقولي يا نتل؟ يزيد الطلب على السندات ورح يتغير منحنى الطلب، رح يتجه نحو اليمين، بصير سعر التوازن كمان بيتغير، بصير أعلى. أوكي بس اللي عم تقوله نتالي صحيح 100%. عم تقول نتالي إنه نحنا بالحالة لأنه العالم، لأنه نحنا شفنا إنه أحد العوامل اللي بتأثر على الطلب هو الثروة أو الدخل. لما يطلع الدخل أو لما يطلع الدخل تعول صرت أنا أغنى، هذا هون بيطلع على اليمين، كنا هون على الدي أو على الدي، بنصير على الدي بريم أو دي برايم. أوكي لما صرنا على الدي برايم شو بيصير هلا؟ صار في عندي توازن جديد. قد ايه سعر السند هلا عندي توازن جديد؟ 900، والكمية التوازن هي 400. مظبوط يا نتالي؟ ايه دكتور. فإذا سعر السند هون البي طلع، بس شو صار بسعر الفائدة؟ صار الفائدة ينخفض كان 17 صار 11، وهذا الشيء الطبيعي.
فإذا الآي صار الفائدة من زد يلي هو العائد على الاستحقاق. أوكي؟ طيب فينا هلأ نسأل الأسئلة قد ما بتكون حول هذا الموضوع. خلينا نقول شغلة، أنا عم بحكي هون عن العرض والطلب تاع السندات، أنا عم بحكي هون عن العرض والطلب تاع السندات. رح نبلش نسأل هلأ أسئلة شوية أصعب. أوكي خلينا نقول هون، وكمان على طول اللي عنده جواب يرفع إيده دغري. منى، ليش عم يعمل هذا هيك؟ منى، المتوقع ارتفاع سعر الذهب، من المتوقع ارتفاع سعر الذهب، شو بده يصير في عندي بسوق السندات هون؟ هل اللي عنده جواب يرفع ايده؟ جعفر، بيرتفع الطلب على السندات. ليش يا جعفر بيرتفع الطلب على السندات؟ لانه في توقع ارتفاع سعر الذهب. شكرا يا جعفر. لا بيرتفع الطلب على الذهب هلا. عفوا. نور فحص. بيرتفع الطلب على الذهب وبيقل الطلب على السندات. فاذا بده يقل الطلب على السندات يا نور. اوكي صحيح. انسوا لي شو بيصير بالذهب. ما حدا جاب سيره الذهب. أصلا ما حدا بديش تقولوا لي شو صار بالطلب والعرض تاع الذهب، بس أنا كل شيء عم أقوله إنه من المتوقع ارتفاع سعر الذهب. السؤال عم تقول نور فحص إنه بده ينزل الطلب على السندات، ليش يا نور بده ينزل الطلب على السندات؟ لأنه إذا ارتفع هن عم يتوقع إنه ارتفاع سعر الذهب لبعدين. بيقولوا إن هن بيشتروا ذهب من هلا، إذا راح اشتروا طلب على إذا راح اشتروا سندات ممكن يجي يقل الطلب على السندات. أوكي بشرح لك إياها بكلمة بسيطة جدا. أوكي نسبيا صار السندات خسيرة. العائد النسبي صحيح. العائد النسبي تاع السندات انخفض. ليه؟ لأنه العائد المتوقع على الذهب ارتفع. إذا نسبيا صار السندات خسيرة. أوكي؟ شكرا يا نور. أوكي. فإذا بالحالة اللي عم نحكيها نحن هون من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب، أكيد هون الطلب على السندات بده ينزل. ساعتها بينزل الطلب على السندات، شو صار بالسعر؟ نزل السعر من 850 ل 800. شو صار بسعر الفائدة؟ يطلع من 17 ل 25. دكتور تفضل يا شروق. مش احنا قلنا لما يرتفع السعر بيرتفع الكمية المطلوبة؟ لما يرتفع السعر تنزل الكمية المطلوبة. لا على بس لا، ما إذا ارتفع السعر بتقل الكمية المطلوبة، بينما إذا ارتفع السعر بتزيد الكمية المعروضة. ايه دكتور، بس قصدي إنه مش المنحنى، نحن هون بنحكي عن الكمية. أوكي نرجع يا شروق للعرض والطلب. إذا السعر ارتفع الكمية المطلوبة بتنزل. يلي هو هون، إذا السعر طلع من 750 ل 850 الكمية المطلوبة بتنزل من 500 ل 300. أوكي؟ إذا السعر طلع بعد الكمية المطلوبة بتنزل بعد. هون الكمية المطلوبة، بس نحن عم نحكي هون إنه باقي الأمور الأخرى تغيرت، مش ما ظلت مثل ما هي. صار في عندي عامل تاني أثر لي على الطلب بحد ذاته. صار الطلب هون بتغير منحنى الطلب. بالضبط، انخفض السعر وزادت زاد شو اسمه هذا، قولي معي، زاد سعر الفائدة. طيب سؤال تاني،
سؤال ثاني. أنا أسألكم سؤال، خلينا نشوف هون. الدولة عنا، الحكومة، هذا سؤال شوي صعب بس يلا بنشوف شو راح تقولوا لنا. الحكومة صار في عندها عجز بالموازنة، الحكومة صار في عندها عجز بالموازنة، كيف بيتأثر هذا السوق، سوق السندات؟ حدا بيجاوبني؟ عليكم قبل ما تجاوبوني، في على طول لما نسأل سؤال بالاقتصاد، أي مادة بالاقتصاد إجمالا، لما نسأل أي سؤال ما تفترضوا أنتوا أنه صار شيء تاني، جاوبوا دايركتلي على السؤال. أوكي؟ يعني الحكومة عندنا صار في عندها عجز، أوكي؟ شو بده يصير بالسوق عندنا هون؟ هات لنشوف. في عندي جنى خميس، هات يا جنى لنشوف شو رأيك؟ بيرتفع الطلب على السندات لأنه الحكومة بتتدين. لما الحكومة وبتصير تبير. خلي كمان، لما الحكومة يا جنى بدها تتدين، بدها تبيع سندات ولا بدها تشتري سندات؟ تشتري سندات. يا جعفر؟ لا، بتبيع سنداتها. اي دكتور. اوكي. جاوبها لجنى على السؤال. لما الحكومة بتتدين، بتبيع سندات ولا بتشتري سندات؟ بتصدر السندات. بتبيع سندات. طب لما الدولة هلا بدها تتدين، بدها تبيع سندات، كيف هذا السوق بيتغير هون؟ شو بيتأثر يا زينب شرين؟ جاوبينا يا زينب. نعم دكتور. شو بيصير عنا هون؟ أنا كنت بدي أقول بدي جاوبك على قصة إنه بتشتري أو بتبيع سندات. لا، هي أكيد ما بتشتري، هي بتبيع سندات ومقابلهم بتاخد مصاري، بس إذا في حال رجعت يعني مثل بترهنهم. خليك معي، خليك معي، ما تفترضي لي في... ما تروحي لي توسعي لي خيالك. في حال رجعت المصريات اللي بديانتهم زينب، ما توسعي لي خيالك، كل شيء عم نحكي بتبيع أو بتشتري، مش هيك؟ نبات. انت الدولة بدها تصدر سندات وبدها تبيع سندات، هذا هون كيف في ترجمة أنا على الرسم اللي عندي هون؟ ندى مكي، ندى مكي. بتصدر سندات فبيزيد العرض. تصدر سندات فبيزيد العرض، كيفك يا ندى؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. من وين انت يا ندى؟ حبوش. هذا الشاب اللي توفى من يومين ثلاثة بيقربك؟ نعم. هذا الشاب اللي توفى من يومين ثلاثة بحبوش؟ لا دكتور. ما بيقربك؟ لا. اوكي، على كل حال ان شاء الله بتستمي. عم بتقول ندى انه راحت الكونكشن. عم بتقولنا بما انه الحكومه عم تقول ندى بما انه الحكومه بدها تصدر سندات، معناتها عرض السندات بده يزيد. يعني اذا كان في 500 سند بالسوق، الحكومه بدها تصدر سندات اكثر. شو بيصير يا ندى بهذه الحاله؟ اجى صار عرض السندات لهون. اوكي، هذا صار عرض السند بي برايم اس. اي يا ندى، شو بيصير في عندي بالحاله هلا؟ كل عن التوازن الجديد وقارني بالتوازن القديم. أول شيء بينتقل الخط لجهة اليمين، والتوازن نقطة التوازن بتزيد، وحتى الطلب. أوكي، شو صار بسعر التوازن؟ شو صار بسعر السندات بالسوق يا ندى؟ بينخفض. بينخفض السعر. بينخفض سعر السندات بالسوق. يا نور فحص، شو صار بأسعار الفائدة بالسوق؟ شو يا نور فحص؟ شو صار؟ سعر الفائدة زاد. سعر الفائدة بده يرتفع.
سعر الفائدة بده يرتفع. أنتوا لاحظوا كانتوا بالأول الشركات هن لحالهم اللي عم يتداينوا، عم يصدروا سندات وعم يتداينوا، هلا صاروا الشركات وصارت الدولة بدها تتداين ليرغبوا العالم تشتري. شو قالوا لهم؟ رح ننزلكم سعر السندات. بس لما ينزلون سعر السندات شو عم يصير بسعر الفائدة؟ عم يطلع سعر الفائدة. اوكي، فاذا نحن هلا هون شفنا انه في عنا عامل اول عامل بيأثر على العرض، ارتفاع في العرض عندي هون، هذا ارتفاع بالعرض. ها لما يجي على اليمين اول عامل بيأثر على العرض هو الوضع المالي للحكومة او العجز الحكومي. كل ما يصير في عندي عجز بالدولة منحنى عرض السندات بده يزيد. طيب خليني اسألكم سؤال تاني. في سؤال لحديت هلا والله بتكفي. طيب سؤال الثاني، ماذا لو كنا في حالة نمو اقتصادي مرتفع شو بيصير عندي بالحالة؟ يعني نحن انتم بتعرفوا وضع البلد عندنا بلبنان زفت هلا ما بيسوى، بس انتم افترضوا العكس انه هلا الايكونومي عم تعمل نمو اقتصادي ونهضة اقتصادية عالية. بعبارة تانية لما يكون في عندي نمو اقتصادي رح اشرحكم انا وانتم ترجموا لي على الرسمة، صارت العالم كلها بتلاقي شغل بسهولة، صرتوا انتم حتى مرات تقولوا انا بدي اترك الجامعة واروح اشتغل لانه صحيح لي فرصة شغل منيحة. اوكي، العالم ترتاح ماليا اقتصاديا، العالم ترتاح، والشركات لانه لما تلاقي انه في حركه بيع وشراء الشركات كمان رح تبلش تعمل استثمارات اكثر تتوسع بالمشاريع. السؤال اللي بدي اساله هون، شو بده يصير عندي على الرسم بهالحاله؟ حدا يجاوبنا. عندي جعفر علي، جعفر حجالي. يا جعفر تفضل. بيرتفع الطلب على السندات. بده يرتفع الطلب على السندات، صحيح بده يرتفع الطلب على السندات، يعني بيروح يمين ولا يسار؟ بيروح يمين. طيب، فإذا بده يرتفع الطلب، مهدي سبيب، كفي يا مهدي، صحيح لما يحكي جعفر، شو بيقول؟ كفي يا مهدي، شو عندك؟ دكتور، لا بده يخف الطلب على السندات. ليه يا مهدي؟ لأن صار في أشغال واستثمارات، فمعش بحاجة حدا يشتري سندات، ومن جهة الشركات معش بحاجة يصدروا سندات لأن في استثمارات وفي شغل وفي سيولة. مهدي؟ إيه دكتور؟ دمرت النظرية الاقتصادية من أولها لآخرها. هلا بقول لك شو غلطت. اوكي بس لحظة خليني اكفي. اوكي بس برافو عليك. اوكي جنى شو في عندك؟ بيرتفع الطلب لانه الناس بصير فيها تسد ديونها بسرعه. شو خص لانه الناس بتسد ديونها بسرعه؟ ما فهمت العلاقه. فبصير تتدين عادي الناس، يعني ما بتخاف من الدين انه ما فيها تسد او شيء. بس ما هذا الطلب على السندات معناتها أني بس ما هي ما بحاجة تتدين. لحظة بدي تفهموا لي نقطة أساسية بعدها مش واضحة عندكم. أنا لما أحكي طلب على السندات مش معناتها أني بدي أتدين، أنا بدي دين. يعني أنا بدي أشتري سندات. لما أقول طلب على السندات أنا بدي أشتري سند، مش بدي أدين مصاري، بالعكس أنا بدي أدين مصاري. آية منحنى العرض ومنحنى الطلب رح ينتقلوا اثنيناتهم لليسار، لأنه لا الدولة أو الشركة بحاجة ولا المواطنين كمان أنه بحاجة. طيب أنه بصيروا مرتاحين ماليا. أوكي طيب خلينا نروح وحدة وهنا تقولي كيف عم فكر. في حالة النمو الاقتصادي المرتفع نحن كأفراد كناس
مصير أغنى ولا مصير أفقر ولا مضلنا زي ما نحن؟ أغنى. مصير أغنى. بدنا نصير أغنى. طيب لما يصير في أغنى وزيد دخل تعولنا معناته الثروة تاعتي زادت. مش هيك؟ إيه بده يزيد الطلب. بده يزيد الطلب على السندات. صحيح؟ صحيح. صحيح. لأنه أنا طبعاً صرت عم بقبض $5,000 بالشهر عم بصرف منهم 3,000 طيب الألفين الباقيين شو بعمل فيهم؟ صار عندي فائض صار في عندي فائض بشتري فيه سندات شو بدي أعمل فيهم؟ بدي صمدهم بس صمدهم فيه يشتري فيهم ذهب وفيه يشتري فيهم سندات شو بروح بعمل فيهم يا زهراء؟ بشتري فيهم سندات بشتري فيهم سندات ليش يا زهراء بدي أشتري فيهم سندات؟ لأنه بيطلعوا لي ارباح اكثر يعني او شيء بيطلعوا لي ارباح وفي عليهم فائده بشتري السند هلا 900 انت جاي بيعطيني 1000 احسن من الذهب فاذا ارتفع الطلب على السندات هلا العرض هل بيتاثر العرض عم بحكي هون برجع بعيد في حاله نمو اقتصادي مرتفع هل بيتاثر العرض الجواب ايه بيتاثر العرض صحيح ان الدوله ما صار عندها شيء بس ولكن الشركات بدها تعمل استثمارات لما الشركات بدها تعمل استثمارات من وين بدها تجيب مصاري بدها ترفع بدها تصير تعرض اكثر للضخ بدها تصير اكثر بالسوق يعني بتقوم شركه الميدل ايست بتقول نحن والله الاسطول ما عم بكفينا بدنا نشتري طيارتين زياده كيف بيشتروا طيارتين زياده كيف بدهم يمولوا هول الطيارات بتصدر سندات بيصدروا سندات للعالم تيشتري بالضبط بيصدروا سندات جديدة معناتها شو بده يصير بالعرض تاع السندات بده يرتفع كمان حيزيد كمان حيزيد بده يروح على اليمين ولا بده يروح على اليسار على اليمين بده يروح على اليمين السؤال بيروح لهون او لهون او لهون انا بقلكم لوين بيروح عادة بيروح كتير على اليمين مش شوي على اليمين بيروح كتير على اليمين اوكي بيصير لهون يعني اجمالا ليش عم نقول بيروح كتير على اليمين لانه لما نطلع بالتاريخ تاريخ البورصة وتاريخ السندات منلاقي على طول انه في حالة نمو الاقتصاد العرض كتير عم بيزيد عن كتير عم بيزيد زيادة عن الطلب اوكي بدي فرجيكم على 3 سيناريو وشوفوا لي انتم شو الفرق بيناتهم ليكوا هذا السيناريو هو الطلب ارتفع اوكي ليكوا في عندي السيناريو 1 في عندي السيناريو 2 في عندي السيناريو 3 3 حالات عم فرجيكم في حال ارتفع الطلب بس شوي صغيره شو بيصير باسعار السندات بتطلع اسعار السندات تاع التوازن وسعر الفائدة بينزل في حال ارتفع كتير سعر العرض السندات رح نجي لهون شو بيصير بالكمية التوازن بدها تزيد ماشي الحال بس شو بيصير السعر بينزل وأسعار الفائدة عم بحكي بالنسبة لهون أسعار الفائدة بدها تطلع وفي عندي الحالة الثالثة هي هون لا ما بيتغير سعر السند ولا بيتغير سعر الفائدة ولكن نحن اللي بنعرفه حسب النظرية الاقتصادية أو حسب اللي بنشوفه بالاقتصاد إنه الحالة الثالثة هي اللي عم تتحقق على طول فإذا لنرجع نعيد التحليل هذا بشكل على الرسمي هون إنه إذا في عندي أني حالة نمو اقتصادي يعني في رخاء ارتفعت نسبة النمو الاقتصادي صار في عندي اقتصاد ينمو بشكل جيد رح يكون في عندي هون هذا الطلب على السندات bond demand وهذا الطلب على العرض تاع السندات bond supply رح يكون في عندي هون سعر السند price في حال نمو اقتصادي مرتفع شو بده يصير عندي رح هذا يطلع طلوع على ال B prime D و العرض السندات رح ينزل كتير رح يجي لهون
بي برايم اس. شو صار بالكميه بسعر السند؟ كان بالاول سعر السند بي، هلا شو صار سعر السند؟ صار سعر السند يعني انخفض السعر، بينخفض السعر. شو بصير بالكميه المطلوبه؟ وبتزيد بتزيد الكميه. كانت الكميه بالاول كانت الكميه بالاول هون كيو، صارت الكميه عفوا صارت الكميه كيو برايم. اوكي، في شي سؤال؟ طيب اللي بدي اعمله هلا رح وقف انا هلا هون، بدي خلصنا المحاضره. اللي بدنا نعمله هلا انه مثل ما اتفقنا، بتتفقوا انت وحسين هلا اي ساعه بدنا نعمل المحاضره بكره، بدنا نجرب المحاضره بكره نخلص هذا الجزء وبركي بنحل لنا شويه اعمال عليه كمان، وبدنا نبلش بالجزء الثاني من الفصل الخامس. اوكي، كم ساعه بكره بدك تعطينا؟ العاده محاضره عاديه يعني محاضرتين 40 دقيقه. طيب يعطيكم الف عافيه جميعا، ونراكم ان شاء الله بخير وعافيه بكره اذا الله بريد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.